فيغير الشعر العالم. رح نلتقي بعد قليل مع الشاعرة روضة الحاج. الشاعرة روضة الحاج إعلامية، يعني كنت تقدمين بالتلفزيون، الآن تفرغتي للإذاعة. نعم صح؟ نعم. كيف كنت تشوفين يعني هذا الموضوع بين الإعلام وبين الشعر؟ أجد أن ثمت علاقة ما بين الاثنين، وأنت أدرى. وأنا قرأت لك هذا التصريح. وأنت أدرى. نعم. يعني أشعر أن الحديقة واحدة. التي يمكن أن صحيح الإعلام له مداخله الإخبارية والسياسية وإلى غير ذلك، لكن في المجال عمل المنوعات والبرامج الحوارية أفدت من علاقتي بالشعر جدا. وطبيعة البرامج التي أقدمها في التلفزيون لها صلة بالشعر وبالأدب، وبرامج المنوعات والبرامج الحوارية وحتى بالإذاعة الآن التي أقدمها لها صلة، فأفدت من علاقتي بالشعر. تقولين الشعراء كثيرا ما يفشلون في وظائفهم الرسمية، لكن أظن أن عملي كما قلت قبل قليل بأنه كان في بعض الوشائج مع الشعر. صحيح. يعني أرجع أسأل، يعني بين الإعلام، بين ممكن نقول الضوء هذا، وبين الكلمة، حساسية الكلمة، حتى أمكنة الكلمة مختلفة، يعني هل يفسد هذا الضوء على حضورك أحيانا، يعني تقبل الآخر لنقل للنجمة التلفزيونية أو الإعلامية التلفزيونية القادمة من الإعلام إلى أرض الشعر؟ لا، هناك من يستكثرون على الواحد أن يجيد أو يكون في موقعين. نعم نعم، قد يوجد هؤلاء الناس قطعا في أي مكان، لكن بالنسبة لي يعني لم أشعر يوما أن مشكلة ما كانت من وراء عملي في الإعلام. الغريب في السودان أن بعض الناس عرفوني في البداية كمذيعة، ثم بعد ذلك عرفوا لاحقا الشاعرة. حتى إذا عرفوا الشاعرة نسوا أنني كنت مذيعة بالأصل. يعني كثيرا ما يقابلني بعض الناس يستحسنون نصا ما أو قصيدة ما ويسألونني بعد ذلك أين تعملين. نعم، انتقلت إلى الإذاعة ليش؟ يعني أنا أحب الإذاعة جدا، وأشعر بصلة حميمة بيني وبين ميكروفون الإذاعة، لأنني بدأت بالإذاعة ثم ذهبت إلى التلفزيون وعدت إلى بيتي الآمن الجميل الإذاعة. وأنا عاشقة للإذاعة. يعني التلفزيون ربما خسر ذلك، يعني وخاصة نحن نلاحظ أن الفضائيات يعني قلما ما تحتفي لنقل بالثقافة. صحيح. وتكاد تكون الثقافة في ذيل الاهتمامات. صحيح. الفضائية. صحيح. فكونك كنت بتقدمي وبتحاوري مثقفين فهذا كان شيء جيد وجميل يعني على الفضائية السودانية. أشكرك كثيرا. أشكرك. شكرا. لأن يعني هذا مشروع واحد، المشروع الثقافي بين كل الإعلاميين على بين. صحيح. يعني تعرفين أن هذه واحدة من مشكلات الثقافة في الوطن العربي، وواحدة من مشكلاتنا في السودان التي سألتني منها في البداية. لماذا لا نعرف من السودان إلا الطيب صالح والفيتوري؟ نعم. لأننا لا نولي الثقافة حقها كاملا حتى للأسف. في برمجتنا الإذاعية والإعلامية. أنت المفروض كنت تحاربين على هذه الجبهة، لا تتراجعين إلى الإذاعة. فضلت أن أحارب من جبهتي الأولى الحبيبة إلى نفسي الإذاعة، واستسلمت في حربي. أضعف الإيمان يعني هذا؟ نعم، بقلبي. بصوتك هنا. ربما أعود إلى التلفزيون في وقت لاحق ربما. نعم، تسمعين شيئا؟
ربما وفي ظلها يستريح القصيد. أختار أن أقرأ شيئا من قصيدة ضوء لأقبية السؤال، الديوان الجديد. الديوان الجديد الذي لم يطبع بعد. ما لي أنا أشطار ملء مواجعي لغة وأصدح بالغناء، ما لي أنا أقتات أسئلة تقود لبعضها حتى مماذا كيف أين متى وما، ما لي أنا أشتاق يعصف بي حنين آمر أخشاه ويحي كيف جاء، وأنا التي أخفيت كل وشيجة تفضي إلي عبرت قافلة إلى حيث البدايات انتهاء، غلقت هذا الباب من زمن وغلقت احتمال العود يوما للوراء، أمشي على أطراف ذاكرتي مخافة أن تفيق مواجدا هتهتها بعسى ولا، بابان تدخل كل أوجاعي إلى رئتي جحيما منهما، بابان تدخل كل أوجاعي إلى رئتي جحيما منهما، أني ارتضيت العمر شعرا جامحا قلقا وأني جئت من نون النساء، قلبي على نون النساء، أنا لم أحبذ أن تكون حكايتي قدما على قدر الحذاء، فضلت طلي وابلا يسقي ظماء بيادري حد الظماء، ضدان نخرج للحياة توحدا طلان نقترح الدروب كما نشاء، ونقرر التاريخ يأتي شاهدا أنا معا فجميع من في الأرض من طين وماء. جزء من هذه القصيدة أيضا. نعم. طويلة هي. نعم. شاعرة روض الحاج، شاركتي في برنامج أمير الشعراء وحصلتي على المركز الرابع. حماس الجمهور، يعني ممكن نقول كان حماس الجمهور واحتفاء الناس بك كصوت سوداني يعلو، هل كان هذا ممكن نقول على حساب الشاعرة؟ هل كنت يعني تصالحتي مع فكرة أن هذا الاحتفاء بالصوت السوداني وأيضا بالشعر، أم كنت تجدين أن هذا الاحتفاء بالهوية أكثر من القصيدة؟ ليس غرورا، ولكني كنت أعرف أنني أقدم شعرا جميلا. والاحتفاء السوداني تحديدا بي في مسابقة أمير الشعراء سبقه احتفاء بما قدمت في الخرطوم عبر لياليها الثقافية أو عبر الإذاعة أو عبر التلفزيون. لم أستغرب ذلك، لكن يعني أعجبني أنني اكتشفت أن أهل السودان يحملون هما تجاه الثقافة السودانية ويشعرون ما أشعر به من ذلك الذي قلته لك في البداية، أن الشعر في السودان حديقة مليئة بالأزاهير وبالثمار المتنوعة. جميلة. ونحن الشعر سفير بلاده يعني. ونحن نحزن على أن الناس لا يرون هذا الجمال كله. نعم. فاكتشفت في أمير الشعراء أن الجميع يحمل هذا الهم ويعي هذه القضية. نعم. استقبلك الرئيس عمر البشير بعد ذلك. نعم. ماذا دار بينكما من حوار؟ استقبلني مع الخمسة الفائزين. نعم. الذين كرموا في السودان أو جاء منهم أربعة أو ثلاثة منهم. فاستقبلنا الرئيس البشير وتحدثنا عن الشعر. جميل. واستمع إلى قراءات منا، حتى أنني يعني تذكرت البلاط العباسي والأموي عندما كان الشعراء يقرؤون في حضرة الملوك والرؤساء، ودعا الشباب معي عبد الكريم معتوق وجاسم الصحيح وحازم التميمي. دعاهم إلى حضور مهرجان البادية في السودان. جميل. والذي يقرأ فيه الشعر الشعبي في المناطق الرعوية وعلى الطبيعة في. نعم. في الفضاء الفسيح. نعم. فكانت جلسة رائعة وجميلة حقا. جميل. يعني يمكن ذكرتي أنك أنت استحضرت البلاط، وأيضا قبل قليل استحضارك للتاريخ اللي يعني مررنا على هذا السؤال، قصيدة سقط النصيف وهذا الاستحضار. نعم. التاريخي. ممكن نقول بلاغ الشاعرة روض الحاج، بلاغ الشعري محمل بتراكمات التجربة العربية وتاريخ البطولات والانكسارات أيضا العربية. نعم. يعني ألا تخافين، لنقل تحديدا، ألا تخافين من الخطابية المباشرة مع الجمهور؟ لا. لا. يعني أحيانا تطلق كلمة خطابية
في مقام القدح، وأنا لا أنظر إلى الأمر كذلك.